انتوا ما تعرفوش تتصرفوا مع بعض علشان تخلوا البلد دي تعدي المصيبة اللي هي فيها. احنا في مصيبة فعلا. هو ليه البلد دي التغيير فيها مرهوم بالطربقة؟ يعني لازم تتطربع عشان تتغير، مفيش بديل تاني. لن أسمح له بالاقتراب من الكرسي. واللي نازل يقولك الرئيس كفاية عليه يا سيدي، لو انت عندك جماهيرية وناس مقتنعة بكلامك شيله بالطريق الديمقراطي. ينفع ان قائد سفينة بيقودها وسط امواج وعواصف، ينفع يجي حد في نص السكة وقول لقائد السفينة ده كفاية انزل؟ يكون في بداية ديسمبر القادم، قد وارد، قد يكون في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم انتخابات، ممكن الأسبوع الأول بالكتير، يعني مش هنوصل نص ديسمبر. فاكرين انا حاسبها يعني ولا حاجه ولا ايه؟ لا والله. لا والله.